شفتوا البحر كبير ازاي؟ ده كبير قد الدنيا كلها. يا سلام لو الواحدة كده تصحى من النوم الصبح تفضل قاعدة قدام البحر وما تقومش. بس برضه شكله بيخوف يا توح، تحسي كده انك لو نزلتي هتغرقي. هو البحر بس اللي شكله بيخوف ولا بيغرق؟ ما الدنيا كمان بتخوف وممكن تغرقي فيها. لا يا اختي، الدنيا ما بتخوفش غير اللي بيخاف منها، لكن اللي بيضيع في وشها بتعمل له حساب. ويا ويلك بقى لو غضبت عليكي. ماما بس تكوني بتعرفي تعومي. يا اختي بعرف اعوم وكمان بعرف الاعلط في الميه، والمصحف ده انا عامله زي البلطجي السعيدي. قومي يا بنت منك، لا هوريكوا بقى العوم اللي على اصلي. قوموا يا بنت هتغرقي ومش هعرف اجيب. قومي يلا سيبي. والله يا بنت انت طول عمرك نورة، تعرفي الاماكن دي منين؟ من الناس اللي بشتغل عندهم، حكيم انا باجي معاهم دايما لما بيبقوا مسافرين، ياكلوا ويشربوا وينزلوا البحر. يا لهوي انت بتسافري معاهم؟ ايوه وبنزل البحر كمان. مزيكا حلوة قوي. مساء الخير. مساء النور يا اخوي. أول مرة تشرفونا النهاردة؟ أول مرة نشرفكوا ده إيه؟ ليه يعني مش باين علينا هوانم ولا إيه؟ ده إحنا عاجزين في أي بي. تحت أمرك يا فندم، تحب أجيب لكم حاجة تشربوها؟ أكيد يعني عايزين نشرب حاجة. هنشرب ايه يعني هنا؟ هو شاي بلبن؟ خمره يعني؟ مش عندكم خمره هنا؟ هات لنا يا اخويا كده وظبطنا وانا هشوفك اخر الليل. شربتنا النهارده؟ مع السلامه يا اخويا. ولا عامل زي البت المستحيه كده؟ عارفه يا بت انت، تعالي هنا وانت هتشربينا خمره. خمره ايه دي؟ بيره. خلاص بقى البيره مش مشكله. خلاص مش مشكله، بس انا جعانه. وانا كمان، بس معيش فلوس، انا فلوسي خلصت. تاكلوا ليش النبي؟ ثابت هو يعني اللي... ايه شايف التلات حاجات دول؟ اه شايفهم. حكايه ده حاجه ايه عجميه. طب ايه يا بنت؟ لا تعالى تعالى معايا. اقعد اقعد يا صاحبي كده، زعلان منكم قوي، واقف بقالي ثلاث ساعات مستنيكم. مين دول؟ الختمه الشريفه. ما اعرف. تخيلي بعد الثلاث ساعات رجلي ورمت بقت قد كده، والغلبان اللي جنبي دوت ظهره فضل يطقطق عليه. يا ايه يا اخويا؟ يطقطق عليه. يا عين امك يا اخويا، اجيب لك حد يكبسهولك؟ يا ريت. اسمكوا ايه بقى؟ انا فرانكي. وانا مودي. طه. مين دول؟ نيللي وشريان. انا بقى خدمة 24 ساعة معاكوا في أي حتة وفي أي مكان وفي أي حاجة. تمرجي في مستشفى عام. رامي جبتته على الآخر. طب بقول لك إيه يا أخوي؟ ما تطلبوا لنا حاجة كده هو تاني عشان يبقى عيش وملح. اللي أنت عايزاه أمري وأنا نفس. أنا عايزة كفتة. أه. وأنا طرب والنبي. وأنا ريش. نص كيلو ها؟ ليل واحدة. أه ريش. وطماطم مخللة. كمان. وطاجي. أه. وبتنجان مخلل. أه. شوية طحينة صغيرة. وعيش مفقع. اه. انتوا داخلين على طول النهاردة. ايه كمان؟ انت قلت لي يا اخويا اسمك ايه؟ مودي. مودي. طالما الحلوة بقى اورق قوي بالشكل ده، ما تيجي معايا على السلك وتقولي لي اسمك ايه؟ اسم ايه ده؟ انا لسه هحكي لك تاريخ حياتي كله. بجد والله؟ اه بس بعد ما ناكل. ما تحكي لنا دلوقتي. يا اخويا بعد ما ناكل. تمام. هنا بقى مفيش عشاء. انا هاخدكوا بقى في مكان زي الفل نتعشى فيه ان شاء الله مع بعض. مكان ايه يا اخوي؟
مكان كده اجمل من هنا. انتوا اسمكم ايه بقى؟ امتثال. انشراح. انتصار محمد. الله. انت حاجه حلوه زي العسل. ما بنت العسل. ايه رايكم بقى؟ مش لون نتحرك بقى من هنا عشان خاطر نروح المكان اللي نتعشى فيه؟ والقمر طلع امتى؟ بقول لك ايه يا بنتي؟ ايه؟ معكش سيجاره تانيه؟ معايا طبعا. طب ما تجيب سيجار. اسمع اسمع، هو انت يا اخويا بتوقف شعرك كده ازاي؟ بحط جل. جل ايه بقى؟ جل زحلقني. انت ما صدقت بقى. اوعى اوعى. بس الله. يا شيخ غور بقى، بلا واكسه انت وهو فلنكات صحيح. بت انا غرست. تعالي شدي 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 جاي. طيب ولا ايه؟ يا لهوي دي سكرت يا بنت. يا لهوي عايزه بيره تاني. اسكتي بقى فضحتيني. عايزه بيره تاني. خلاص بقى. بقول لك ايه يا فلامانك؟ ايه يا عسلي؟ هي العربيه دي بتاعتك ولا انت مأجرها؟ العربيه دي بتاعت الواد مودي اللي قاعد قدامي. انا بقول لك ايه يا بودي؟ هو انت شغال ايه؟ احنا عندنا محل قماش كبير قوي في اسكندريه. عندهم محل قماش في اسكندريه. وحياتك يا اختي، عايزين طوق قماش هما الاثنين يتلفوا فيه كفن ونخلص. عايزه اكل يالا. عايزه فين الكفته يالا؟ حاضر بالراحه. حاضر دقيقتين وجايالك. كفته وكباب. طب بقول لك ايه يا اخويا انت وهو، روح واحنا مش هنركب في المخروبه دي تاني، مزنوقه قوي عامله زي الاوتوبيس النهر. روح واحنا هنستناكوا. يلا يا فلامنك. يا حبيبه فلامنك. ما تسيب لي يا اخويا، سيب لي فلوس وانتوا روحوا هاتوا الاكل وهترجعوا تلاقونا مستنيينكم هنا، لحسن يعني يحصل حاجه واحنا واقفين يبقى برضو معانا قرش. ماشي. سيب لها دي زي الفل يا اخويا. انت هتتسامر انت وهو. ما يلا دق عجلك يا اخويا، سيب الفلوس. حاضر انا ماشي. يلا يا حبيبي. انا راجع المطعم قريب عشان ناكل مع بعض. ناكل مع بعضنا. ولا هات الطربة معاك نص كيلو. يلا هجيب لك كيلو ونص. يلا 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 يا مودي. ما يرجعش. يلا يا فلنجات. يلا بقى اوعى تمشوا بقى. لا مستنيين. يلا يلا يا عسل. هي مالها ميته منكم ولا ايه؟ يلا وانت محلل يا واد وانت جاي. حبيبتي جايه. الواد ده شبه امه قوي. انا عارفاها وليها رشانة شبهها. والنبي ده منظر. يلا ده انت اتدهولتي خالص. خربت كل ده وما كلناش. قعدنا مع العجر دول وما كلناش. يلا يا بنت. فلوس يا بنت كتير. ايوه 250 جنيه. يلا قبل ما يرجع. يلا يلا.